منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كانت مياه نهري دجلة والفرات محط خلاف بين العراق وبلدي المنبع تركيا وإيران. أثر علينا الماء هواي من الخضر، راح يعني راح الخير وياه، تضطر تهاجر. كيف تلقى الشارع العراقي الأزمة الأخيرة؟ وما هو حجم المخاوف التي تولدت بعد الإنذارات والتحذيرات التي أطلقتها جهات سياسية مختلفة؟